موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحقيقة احنا مشكلتنا زي ما قلت قبل كده، كل اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، مش حد بيمنعه، ويتحمل الجميع العواقب مهما كانت على الدعوة وعلى الأمة الإسلامية. بعبارة أخرى نقدر نقول إن مفيش كبير، مفيش كبير. أنا أذكر كلمة ذكرها العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت، حذر الأمة بكلمات حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. يقول رحمه الله تعالى: عدوا رجالكم، يعني كباركم، عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. فإذا خلت الساحة من أهل العلم والورع والتقوى والحكمة، واتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم، فإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح، والدم المعصوم الذي يهرق، والعرض الذي ينتهك، والمال الذي يهدر. ونظرة واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجاذر ومذابح بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء، تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الشباب. إن العلماء هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. وقال السخوي رحمه الله تعالى: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. هذا الكلام كنت كتبته أيام المشاكل اللي كانت تحصل في الجزائر، ودي نموذج. يعني احنا مش بنعتبر للأسف النماذج، يعني الجزائر كان بيحصل مذابح رهيبة، يعني لدرجة الواحد من شناعتها ما كان يصدق ان فيه بني آدم اصلا ينتبه للإنسانية او لآدم عليه السلام ويقوى على فعل هذه، يقر بطون الحوامل ويذبح الأجنة وهم مسلمون. ليه؟ لأنه بيكفروا الناس دي فيستحلون دماءهم، وهذه الكرائم الوحشية اللي نزلوا على القبيلة يدبحوها كلها. ده جهاد. بسبب ايه؟ بسبب انحراف الفكر يؤدي الى انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى وانتهاك حرمات المسلمين، لأن لم يوافقوهم في مشربهم فيكفروهم، وبالتالي عواقب التكفير مثل هذه التصرفات. لعلكم تابعتم ذلك في الجزائر. فأنا ما زلت أتألم من البلاء الذي صدرته بعض الاتجاهات في أفغانستان. يعني كان إخوة رايحين عشان يقاتلوا الروس الملاحدة الشيوعية، فللأسف الشديد حصل تأثر بأفكار منحرفة عن منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة، بالذات في قضايا الكفر والإيمان، مما أدى إلى حصول كثير من الفتن في بلادنا. فأعتقد أن مشكلتنا الآن هي أن الأمر يوسد إلى غير أهله. قال عبادة بن الصمت: وألا ننازع الأمر أهله. فكل من أراد أن يفتي مش بس بيفتي، يعني يرتها فقط فتوى وينفذ، يعني بيعمل محكمة وينفذ ما رآه بغض النظر عن الرجوع لأهل العلم المعتبرين الذي يجمع على إمامتهم وعلى علمهم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. وعن مالك قال: أخبرني رجل دخل على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه. فقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة